أهلاً رمضان رمضان جانا أهلاً رمضان طول روحك طول روحك طول روحك يا عمي. أعزائي أحبائي من مراد سنتر كفر قرية تحية عطرة نتعرف عليك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم. حازم فواز عثامني. عمي حازم كيف حالك؟ الحمد لله مشتاكين، الله يسلمك. كيف حالك أنت؟ الحمد لله رب العالمين. كيف توفق الشغل في الأيام هاي الحم ورمضان الصيام؟ الحمد لله أنا متعود بصوم اثنين خميس أيام تسعة كل هاي أشياء هي شو اسمه يوم بيض. متعود على رمضان. متعود أيام عادية. هسه تيجي عندي رمضان هوين يعني. يعني بالنسبة لك يعني زي سيريال يعني. متعود على الصيام اثنين وخميس وهي كل طبعا. الحمد لله. أهلا وسهلا. 10 أيام أواخر وإحنا في هالبلد بخير وهدات بال، شو بتتمنى شو بتقول في هالأيام العشرة الأواخر؟ بتمنى لكل مسلمية الخير والبهجة والفرحة والسلام والطمانينة. إن شاء الله ربنا بوفقنا بهالبلد هاي ونبقى كلنا أحباء أعزاء. وإحنا تحب للبلد؟ الحمد لله أحسن بلد هاي. أحسن بلد يعني كل البلاد مليحة وبلدنا أحسن بلد يعني. ما شاء الله عنك ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله أهلا وسهلا. يلا عشان البرنامج السؤال على السريع وريح سيل إن شاء الله. ينسج العنكبوت خيوطه من مادة تعرف ولا أقول لك احتمالات؟ احتمالات. ينسج العنكبوت أو ينسج العنكبوت خيوطه من مادة الصوف الكيميائية حريرية الوبر. حرارية. كمان مرة. حرارية. ونقول لك الحمد لله مظبوط الحرير. وألف ألف مبروك عليك من مراد سنتر، أحلى هدية. وكل عام وانت بألف خير. وانت بخير. تسلم وبارك الله فيكم. أهلا وسهلا فيكم. أعزائي ماكينة هفرقوت ها؟ اسأل السؤال طوالي يعني. شو بدك عليه السؤال؟ بان ميت من التعب أنا. شو انت بدك تغني يا زلمي؟ انت بدك أنا بحبش الغناء أول شيء. كيف حالك خالي؟ والله الحمد لله. عشان المشاهدين تعبونا اهل البلد اليوم، الله يسهل عليهم. خمس بازات ودينا على الاقصى ما شاء الله. ايش وصل وشي بالطريق ان شاء الله. بيصيروا بروحوا بالسلامه. امين يا رب العالمين وربنا يتقبل منهم كل العباد ان شاء يعني الله. هسه صار طالعين بساط يعني اليوم خمسة. انت بدك تحسب قديش يعني بشكل عام؟ لا باخر الشهر تيجي تسالني. الحمد لله رب العالمين يعطيك العافيه. احنا بنطلع يوم الجمعه الصبح ست بازات تقريبا. استنى شوي. رد تاني المرة رد. لا مش المرة هاي. المرة تاني طوالة بزيحك ورد. قد هاي عجبتني فيها. زيغان. يعني بنطلع يوم الجمعة الصبح ست بزات تقريبا نصلي الفجر ونروح. نطلع الأربعة الساعة سبعة. بزين دائما على مدار السنة. وبنطلع كل يوم اثنين من مسجد نفر بالبلد يعني. كل يوم اثنين من مسجد. بنطلع خمس بزات أربع بزات. والحمد لله ربنا موفقنا. الله يمد بعمرك. كل البلاد بتروح وتيجي وتعبدوا ربنا بتكبل منهم. امين. الله يمد بعمرك ما شاء الله عندك. لا اسئله شو سؤال؟ والله عاد جاوبني جاوبني. خليك تذكر احنا تراث فلسطيني. تعال نشوف يلا. البركيه شو هي؟ البركيه ولا البرتيه؟ البرتيه. البرتيه هي من زين. بدك غزك من زينكو ولا من ايش يعني؟ ايوه افسر. البرتيه هي من زينكو يعني. بدي اقول لك روح عند اخواننا البدو اليوم كلهم برتيات ملانات. طيب اليوم عند اخواننا الله ان شاء الله ربنا بيعافينا وبيعافيهم وبيهدي بالهم. بدنا نقول بنصورهم على اعدائهم. امين. وبتغير الوضع يعني. امين. النمليه كلهم بالاخير. النمليه النملية ولا والعروس أول إشي بكت تكون شريت بدها تطلع نملية. هاي اللي بيحطوا فيها الكزاز. الكزاز والكسات. أيوة هاي النملية. هاي من تراث الفلسطيني. أيوة. طيب ما شاء الله عنك. طيب البقجة. البقجة أنتوا هاي البقجة. يعني المعونة هذا اللي بحط فيه كل الغرضات. الغرضات. طيب آخر سؤال. السراج الغولي. سراج الغولي هذا بتعرف هذا كان نزقته معنا. هذا الصرصور الاحمر هذا الصغير كان نزقته نحطه هنا وهون مشان يضوي ونطارد بالعتبه. ايوه خالي اسعدتني كثير يعطيك العافيه. الله يرضى عنك. وإلك احلى هديه من مراد سنتر. سنتر ان شاء الله. الله يوفقك كسافه. الله يوفقك كسافه. الله يوفقك مراد كسافه مش ما شاء الله يعني الضب الخير ما ضلش مصاري معنا كلهن ودران على الدور. كل عام وانتم بخير. بخير الله يوفقك. مبروك عليك من مراد سنتر هديه ان شاء الله. الله يوفقك كل سنه وانت سعيد. جميل يا اخو. الله يجوزك يا جميل.
أعزائي أحبائي متواجدين في مركز التسويق الأدوات الكهربائية أبو كريم سنتر كفر قرع، تحيي معنا نتعرف عليك. عميد فناتك، أي هلا، السلام عليكم. طبعا عميد أنت معروف، يعني مش معروف، معروف ما شاء الله عنك. الله يعطيك، تسلم إن شاء الله. بدي تحكي لي 10 أيام الأواخر في رمضان خي عميد، يعني أنت شو بتقول كلمة طيبة هيك، شو بتنصح؟ اولا بتمنى ان الله سبحانه وتعالى يرفع البلاء عن امه سيدنا محمد كلها جماعه ان شاء الله رب العالمين. وهاي العشرة ايام من اعظم الايام، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكى يقوم الليل ويشد المئزر ويقظ اهله، بكى مثل الريح المرسله في هاي العشرة ايام الاخيره اللي الناس شوي شوي بتبلش تفلس، بتبلش اقل تيجي على الجامع. فبالعكس لازم الواحد يشد حاله باخر، دائما العبره بالخواتيم. فإن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى بتقبل أعمال كل الناس وصيامهم وقيامهم. وهي الأيام إحنا مستنى بالتوحيش صراحة يعني. بدي أسألك قبل التوحيش، أنا بتذكر إنه والدي الله يرحمه ويرحمك جميع أموات المسلمين كان يصير عيط بآخر 3-4 أيام، مالك يا بقى كله، يقول يا بقى خلص نصيب إن شاء الله، يعني الله أعطنا العمر يجي رمضان علينا سنة الجاي ولا لا. صح، هي مرات الواحد بخاف إنه ما يجيش عليه أخرى من رمضان. يعني لأنه دائما ندعي اللهم بلغنا رمضان، ومن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكي دائما يستدعي اللهم بلغنا شعبان ورجب وشعبان ورمضان. فمرات الواحد بيحزن اذا سبحان الله اذا بيجيش عليه خمر رمضان. وعليها الحمد لله رب العالمين، كان يعني اخر ايام التوحيش هاي اللي هي توديع يعني بشغف. هات نسمع منك شيء، يلا نشوف كيف ما شاء الله عنك. هاي احنا تعلمناها من الشيخ عبد جبار رحالك الله يرحمه، يعني هو اللي تعلمناها منه الله يرحمه إن شاء الله يا رب. بكى آخر 3 أيام دايما يوحش، كنت تقول لا وحش الله منك يا رمضان، يا معدن الخيرات والإحسان، لا وحش الله منك يا رمضان، يا معدن الخيرات والإحسان، أنا لا أوحش الرحمن منك صيامنا، ليكون قد قبل لدى الرحمن، لا أوحش الله منك يا رمضان، يا معدن الإرات والإحسان، لا أوحش الرحمن منك صيامنا، ليكون قد قبل لدى الرحمن، لا حش الله منك يا رمضان، يا مع خيرات والإحسان، شهر يفوق على الشهور بليلة طوبى لمن قد قامها بإحسان، لا وحش الله منك يا رمضان، يا معدن الخيرات والإحسان، وبها غفر الكريم ذنوبنا، وبها المهيمن يستجيب دعانا، لا وحش الله منك يا رمضان، يا معدن الخيرات إحسانا، لا أوحش الله منك يا شهر العمل بالسائل المسكين قد أوصانا، لا أوحش الله منك يا رمضان، يا معدن الخيرات والإحسانا، لا أوحش الرحمن منك مساجده بالذكر والتسبيح والقرآن، لا وحش الله منك يا رمضان، يا معدن الخيرات والإحسان، إن شاء الله الله بتم علينا وعليكم بالصحة والعافية وبيجعله مبارك على الجميع، وبعيدوا علينا أزمنة مديدة وأعوام عديدة، وإن شاء الله الله بتقبل في الأعمال وبضعف في الأجور، والله يرفع البلاء عن أمة سيدنا محمد جماعة إن شاء الله رب العالمين. الله يعطيك وشكرا لك، رمضان كريم. شكرا لك، رمضان كريم، كل عام وانتم بألف خير، ونحيي أبو كريم حبيبنا إن شاء الله. أبو كريم، أبو كريم حياك الله، يعطيك العافية. الله عم العبد حياك. تنوقف بحدك، خلينا نيجي عندك. يعطيك العافية. هلا حياك الله. طبعا احنا غض النظر، احنا بشهر المبارك، شهر الكريم، شهر رمضان، متواجدين عندك في المحل هنا اللي هي لتسويق الأدوات الكهربائية لأبو كريم سنتر.
احكي لنا عن الحج وعن موسم الحج والتحضيرات، خلينا بأجواء رمضان وأجواء الدين يعني. طبعا الحمد لله احنا انهينا الآن تحضيرات الأسماء، في عنا بقفر قرى السنة تقريبا 120 حاج راح نحجوا بعدة فئات سكنية وبعدة فئات من ناحية السفر بر أو جو، قسمناهم على مجموعات، في عنا 3 مجموعات خارج إن شاء الله، راح يكون الخروج من 30/5 هاي السنة إن شاء الله لحد 4/6 خروج الحجاج، والعودة تقريبا ب 22/6 إن شاء الله. طبعا راح نقسم يكون غرف زوجية، إشي غرف رباعية، إشي بالبر، إشي بالجو، حسب كل واحد وفئته، وأنت راح تشاركنا مع المشي إن شاء الله. رب العالمين. شاء الله. الحمد لله دائما. الله يعطيك، الله يحفظكم إن شاء الله. كل برضو ما شاء الله عنك بالنسبة للجامع اللي بتبنوا فيه ما شاء الله يعني مراحل متقدمة يعني. احنا الحمد لله بفضل الله باشرنا الان بانشاء مسجد دار السلام للتعريف الاسلام، هو مسجد ومركز لتحفيظ القران، وكذلك هو راح يكون لاستقبال الغير المسلمين للتعريف الاسلام. انت بتعرف اليوم عم العبد في اليوم كثير خلينا نقول تحريض ضد الاسلام بشكل عام، كل الله احنا بنحاول نجيب الغير مسلمين نعرفهم على الاسلام الحقيقي عشان يعرفوا شو هو الاسلام وحقيقه الاسلام. لذلك هذا المركز هو تقدر تقول هو الوحيد المتواجد بالبلاد، احنا المتواجدين بنجيب ان كان يهود بنجيب من عده ديانات ثانيه اللي يتعرفوا على الاسلام واللي ندعيهم للخير ان شاء الله. واحنا بنقول لك برمضان ما شاء الله اخر ايام وسمعنا التوحيش هسه من الشيخ عميد، بنقول لك كل عام وانتم بخير وانتم بالف خير ان شاء الله، صحه وسلامه وهدات بالي يا ربي، وان شاء الله ربنا بهد البال وكل الأمة الإسلامية إن شاء الله بترجع بخير إن شاء الله وبتنهي الحروبات إن شاء الله، وأهلينا إن شاء الله ربنا بيتمم عليهم على خير إن شاء الله. شكرا للشيخ عميد، شكرا للشيخ طبعاً أبو كريم، وتحية عطرة، وإحنا مكملين واستمروا معنا، طولوا روحكم. أعزائي وصلنا قريك وادي عارة، أهلا وسهلا فيكم، طبعاً رايحين نفطر هون إن شاء الله بإذن الله، ورايحين ندردش مع الناس، تابعونا وابقوا معنا. معنا في جريك نتعرف عليك، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم؟ حلا. حلا ايش؟ حلا بشارة. حلا بشارة من وين؟ من البقعة الغربية. اهلا وسهلا فيكي. إيه حلا جاي تفطري هون مزبوط؟ مزبوط. زيك تفطار الدار يعني؟ الصراحة يعني هاي الساعات الواحد بده يطلع يفطر في محل ثاني. مزبوط. رمضان اشي حلو، يعني فرصة للناس انه تجدد إيمانها مع الله.
وانتم بخير. كل سنة وانتم سالمين. تعال يا جاي تعال. تحية أحبائي لشركة مراسكة لمواد البناء والنقليات عرارة عرا كفر قرع وادي عرا كله. وين التحية؟ طبعا تحية بإدارة أبو محمود محمد مراسكة أبو الورد سند وأبو شهاب عبد الله. وين التحية لهم؟ يلا شوف. ومنقريك طبعا تحية نقريك تحية لكل الموجودين وللمعلم الكبير اللي هو الغالي أبو محمد المعلم مرزوق. اسمعوا بنصفي هون موجود المحاسب هذا اللي بدي بدفع عبد الله النغنغ يا أبو لؤي. أبناء أصفي لكم حنيني وأنا هيك لازم أبوسه بنفعش يعني. حبيبي عبد الله الله يعطيك إن شاء الله. وين زكي وين راح زكي تعال. حي من قريك للشركة كلها لكل الموظفين وتحية لزكي. يلا تفضل موال هيك إشي. لا موال لا معلش. لا 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 ويعم على الجميع إن شاء الله السلام. أول إشي شكرا يعني لمراسك على هاي العزومة. منيح الأكل منيح. لا كل شيء منيح وجودك منيح. إن شاء الله بتشرفونا الجمعة الجاي إن شاء الله حساب العزومة حساب فخر أبو واصل. أنا إن شاء الله أهلا وسهلا في الجميع إن شاء الله. حلف كان تبقى منافسة إلا تبقى أكبر من هاي العزومة. طيب بنرجع على الوكيل الكبير يا جماعة. في وكيل هنا شو اسمه؟ بوعز. وكل عام انتم بخير وانتم بألف خير وأهلا وسهلا بالجميع. بنبدأ دايما ببدأ بتعريف عن شركة مراسكة. بس أولا بدي أبلش بجريج. الله يعطيك. جريج مطعم اللي إحنا الحمد لله رب العالمين للسنة الخامسة كل رمضان لأني عاد لي 5 سنين عند مراسكة. أنا بقول للسنة الخامسة منيجي وبنفطر بجريج ننبسط بالأكل أكل محترم الحمد لله. وهذا اللي بخلينا نرجع نشكر أبو محمد عمي محمود. وين التحية يا جماعة؟ نشكر محمد أبو محمود. نشكر أحمد أبو الورد. نشكر عبد الله أبو شاب سليم يوسف كل عيلة مراسكة اللي بدعونا على هذا الاجتماع الحلو. برضو معهم حطها على القائمة. احنا كل سنة بنجتمع على الاجتماع والله ما صلي على سيدنا محمد. بدينا بكمية صغيرة واليوم احنا شركة كبيرة. بعد ما انضم إلنا اشرف ابو محمد اشرف خليل برضو وكيل احد الوكلاء الكبار في المنطقة ابو الامير. هلا ابو الامير عاشت الاسامي. كفر قاسم اهلا وسهلا برضو احد المسؤولين الكبار بالشركة. وطبعا الكل ومساعدة الكل والصبايا بمساعدتهم احنا ولا اشي. طيتن العافية ابو هاني. هو انت هالكد متخبي وراي. ابو هاني يا غالي كلمتين طيبات. يلا كل هذا رمضان 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 كريم. نشكر طبعا جريج نشكر المعلمين ابو الورد وابو محمود على الاستضافة الحلوة وان شاء الله ان تبقى علينا سنة خير. وشدوا حالكم انت الوكلاء ان شاء الله سنجيب بفطرنا ابو محمود باسطنبول.
رمضان كريم. الله يسعدك رمضان كريم. تحية عطرة أعزائي أحبائي، يسعدكم. حدا بده يقول إشي بنفسه إشي يقول؟ وين المعلمنا؟ تفضل. يلا تفضل، يلا تفضل. أول شيء حبايبي كل عام أنتم بخير، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. إحنا كلياتنا موجودين، فرحانين لوجودكم، الفضل كلياتنا من رب العالمين، فاهم؟ أول شيء بنحب نشكر جريج على استضافته دائما كل سنة، وبيعمل الإشي من الآخر وبوجبنا أحلى واجب. الشباب كلياتنا الحمد لله رب العالمين، إحنا كلياتنا عيلة واحدة، واحد بتشمل الثاني، نظل ندير بالنا على بعض، بنحب نتواجد ونلتم لأنه إحنا وحدتنا مع بعض. وأهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله رمضان كريم وكل عام أنتم بخير. وهيك من كلكم تحية عطرة، وتدوم هذه الشركة وتدوم كلياتكم إن شاء الله بألف خير، وتظل علينا يرجع رمضان بخير وبركة، وتصير الشركة أكبر وأكبر وأكبر وتكبر معها على البورصة على البورصة. وكل عام وانتم بألف خير. حبيب عم عبيد يعطيكم العافيه، اهلا وسهلا بالجميع. احلى جريك واحلى عاصم باداره عاصم طبعا، وانس طبعا، كلكم يعني شغله واحده. اهلا وسهلا ابو الامير، اهلا وسهلا، رمضان كريم. احنا بدنا هيك تحيي للزباين لكل وادي عاره، جريك كلمه طيبه تقولها في رمضان المبارك في الافطارات الشهيه اللي عندك. اهلا وسهلا للجميع، رمضان كريم على الجميع، شرفتونا انت وعثامنا حبيبنا. اهلا وسهلا عم احمد اكيد، والجميع كل اللي اليوم بكوا اللي شفتوهم، إخوان مرازكا المعازيم من أم الفحم، من الناصرة، من كفر قاسم، تعين الطيبة اللي رجعوا ثلاث مرات وأربع مرات، من حييهم، من حييكم، حيي كل الصايمين وكل الأم الإسلامية إن شاء الله، اللي رأيته إن شاء الله بنعاد علينا وعليكم باليوم بالبركات. آمين يا رب العالمين. حبيبنا أبو الأمير، الله يسعدك. أعزائي أحبائي جريك بانتظاركم، أهلا وسهلا فيكم، طولوا روحكم. صحن شنافي أبو الأمير. بعد غيابه أهلا رمضان، رمضان جانا، أهلا رمضان. طور روحك، طور روحك، طور روحك يا عمي.